هذا وأكدت الدكتورة جليلة السيد جواد الرئيس التنفيذي لمركز الرعاية الصحية الأولية خلال استضافتها في برنامج بكم نعود أن التطعيمات أثبتت عبر التاريخ فعاليتها في القضاء على الأوبئة وتحصين أفراد المجتمع وضمان سلامتهم. التطعيمات هي أحدى أهم التدخلات الصحية اللي أثبتت عبر التاريخ فعاليتها في القضاء على الأوبئة أو السيطرة عليها. فشلون تعمل هاي التطعيمات لحماية الناس؟ إجابة على سؤالك أخوي، هي تعمل من خلال إحداث استجابة مناعية للجسم، وبالتالي لما الفرد يكون محصن يكون عنده استجابة مناعية، فلما يتعرض للفيروس يكون قادر على مقاومته بسرعة أكبر، وبالتالي لما نستطيع حماية عدد كبير من الأفراد في المجتمع حيث أن كل فرد يشكل فارق فيه، نصل بإذن الله للمناعة المجتمعية المنشودة، ونستطيع حماية المجتمع وحماية الفئات اللي ما تستطيع أخذ اللقاح لوجود موانع صحية من أخذه، أو لأن عمرهم للحين لم يكن من الفئات المستهدفة بالتطعيم. حث الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإن كانوا محصنين. اللقاحات بصفة عامة مأمونة، فاعليتها كبيرة. جميع اللقاحات المدخلة في البحرين حسب الإحصائيات والبيانات أثبتت فاعلية في الحد من الإصابات والمضاعفات الناجمة عنها. نلاحظ من خلال البيانات اللي تنشر بكل شفافية أن الأعداد المصابين بين غير المحصنين لا تقارن بالمصابين بين المحصنين. المحصنين نسبة المصابين بين المحصنين قليلة جدا مقارنة بغير المحصنين. نسبة الإدخال للمستشفيات ما بين المصابين أيضا من المحصنين أقل بكثير جدا من غير المحصنين. نسبة اللي يدخلون العناية المركزة بين الحالات القائمة والحالات اللي رصدت سابقا بين المحصنين لا تقارن بالمحصنين، وأيضا الوفيات. جميع هاي الأرقام اللي تنشر بشفافية تشير إلى أن جميع اللقاحات الموجودة في البحرين لها فاعلية كبيرة. الأرقام اللي تم الإعلان عنها من خلال المؤتمرات الصحفية، من خلال مواقع وزارة الصحة، توضح بشكل كبير جداً أن الإصابات بين غير المحصنين، الإدخال أكثر بين غير المحصنين، والوفيات والمضاعفات والدخول للعناية المركزة ما بينهم. كل هذا يثبت أن فاعلية اللقاحات في الحد من المضاعفات. ما في شيء فعال 100% ولكن هنالك أسباب معينة الإنسان يقوم بدوره وبمسؤولية الوطنية ومسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين، وحسب المعطيات المتاحة لابد من أن يتخذها لضمان سلامته وسلامة الآخرين.